تنضم معنا من بغداد السيدة ناهد أحمد الناشطة في تظاهرات بغداد. سيدة ناهد، بداية مرحبا بك، كيف لك أن تصفين الأوضاع هذا اليوم بالنسبة للمتظاهرين في بغداد؟ والله المتظاهرين التظاهرات بصورة عامة أو الشعب العراقي بصورة عامة يعني أصبح في وادي، والسلطة في وادي، والطبقة الحاكمة في وادي، نعم. وكأنهم لا يفقهون ما نريد ونقول، نعم. لا يفكرون كما نفكر. يعني هم يفكرون برهن العراق للدول الخارج، الدول الخارج للصين والإيران وحتى الأمريكا، وناسين الوضع العراقي وهمومه وأحزانه والمشاكل المتفاقمة. فإحنا خرجنا لهالسبب، وحاليا وصلت الأمور بينا إلى أن ونطينا المهلة، خلصت بخصوص المطالبات. طبعا إحنا طالبناهم بمحاسبة السراق، سراق المال العام والخطف والقتل، هاي كلها لازم تقدم للقضاء. ليلة أمس إذا ما قبلوا لحد الآن، إحنا خلاص راح نسوي تصعيد سلمي ونعلن العصيان المدني. نعم. ليلة أمس شهدت استشهاد متظاهر وإصابة آخرين أيضا بسلاح القوات الحكومية. يوم الاثنين سيدة ناهد، الاثنين المقبل بعد غد تنتهي مهلة ثوار تشرين للسلطات الحكومية قبل بدء العصيان المدني المفتوح مثلما تفضلتي. يعني تتوقعين، يعني كيف ستكون الأحداث وأنت هناك في الميدان؟ هذا التصعيد السلمي القادم يعني ضد السلطات، يعني هل ستجبر السلطات على الرضوخ لمطالب المتظاهرين والثورة متواصلة بسلميتها، والمطالب المطلب وكل المطالب هي حقوق مشروعة؟ والله قسم من أعضاء الحكومة، أقصد الكتل، رؤساء الكتل والأحزاب، يعني قسم من عندهم أبدوا شيء من المرونة، لكنه نسبتهم يعني قليلة، بحيث ما تتلائم ويا الضغط الجماهيري ويا مطالب الشعب. يعني ما عندها ذاك الثقل والإرادة والتنفيذ حتى يخلصون العراق، أو يعني جزئيا يوصلوه إلى بر الأمان. يعني أكوش تعنت من مستميتين على السلطة، تعرف حضرتك. يعني هم مصرون على عدم تلبية مطالب المتظاهرين. مصرين طبعا، مصرون على هذا، مواصلة القمع والخطف، ورهن سياسة العراق ومقدرات الاقتصادية كل هالدول الخارج. مع إصرار الأحزاب على عدم تلبية مطالب المتظاهرين، يعني المتظاهرون في الشارع العراقي اليوم، يعني كيف، ما هي ردود فعلهم حول دعوات مقتدى الصدر وزعماء الميليشيات للخروج بتظاهرات مناهضة لوجود القوات الأمريكية؟ يعني دعوة الصدر الآن وزعماء الميليشيات، يعني هل تخدم الثورة السلمية؟ يعني كيف تنظرين وكيف ينظر المتظاهرون لها؟ لا طبعا ما تخدمها. وبعدين نوجه لهم كلام وانتقاد لاذع، هو انتم مو قبلتوا ايادي الامريكان حتى تجي امريكا وتحتل العراق وتسوي تقلب النظام الحكم وتقتل صدام، وصلت للاعدام، يستحق او ما يستحق احنا ما يعنينا. نعم. احنا يعني نعتبرها ايضا فتره مظلمه، يعني كانت نعم. فتره صدام. كيف ينظرون، يعني كيف ينظر المتظاهرون لهذه الدعوة؟ هل هو يعني تكريس؟ بس أكمل لك هذه. نعم. لعد أنتوا توسلت الإيد اللي بستوها رديتوا عضيتوها، يعني إحنا أنا ضد أميركا وضد التواجد الأميركي، لكن هذا ما يعني أنه أنتوا بوستوا إيديهم وجبتوهم وغسلوا تحضون الإيدين، يعني تشبقتوا على نفسكم. تفضل. نعم. يعني المتظاهرون ينظرون إلى هذه الدعوات، هل هي كسب وقت مثلا لصالح الأحزاب أو للمماطلة من أجل عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين؟ هي طبعا للمماطلة، يردوني مطلوب حتى يوصلون إلى طريق مسدود، لكن إحنا إن شاء الله ما نوصل الطريق مسدود. العصيان المدني هو هذا وسيلتنا القادمة. هناك من ينظر أن يعني يصدر شائعات تقول أن زخم التظاهرات قد قل مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية، هل هذه الشائعات صحيحة؟
والله انا ما ادري اشوفها صحيحه، لان انا من رحت مساحه التحليه تري التوسع صار يعني هذا اخذ مساحه اوسع، حتى الطرق المسدوده تجاوزوها. نعم. من هذا جسر منيم، جسر السنكه، ضفاف دجله، كليتها هذه محتله، قاعدين فيها متظاهرين. شكرا لك. محتفظين. ما قلوا، بس انا اقول لك اللي تكره عيني يعني اكوش احزاب يعني دول المتسللين خلينا نسميهم المتسللين داخل بين صفوف المتظاهرين، هذول جائز تكرهوا. شكرا لك. سيدنا نهد. لكن ما يكفرون إرادة المتظاهرين بإذن الله. نهد أحمد الناشطة في تظاهرات بغداد، نشكرك شكرا جزيلا.